سي صالح قول لي غير الاجتماع اللي درتو دريك الاجتماع اللي درتو دريك واش خرجتو بنتيجه ولا جلسه بلا قدر فعلا جمعنا اليوم لان محتارين ذاك القرارات اللي كانت عندنا من البدايه ديال المجلس شاركوا في الشهر ديال المجتمع من شهر ثلاثة هذا خرجنا بواحد واحد المشروع اللي ممكن لينا نوجدو ان شاء الله شرف مالي مثلا شرف مالي مخرج لان وعين ثلاث ايام هذا العام يوم 16 و17 و18 ان شاء الله ايوا البرنامج ماشي وقت على برنامج محدود ولا مازال بزاف دراسة ولكن مازال دراسة ولكن الحمد لله تقدمنا فيه مزيان ايوا الله يوفقنا شكرا 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 بارك الله فيك I'm not going to do that.